عموما جميل. انا حبيبتي لا اعرف شو اعلامي ولا شو بطاطسي بتاع البطاطس، عارفه البطاطس والملفوف. أي. انا لا بتعمد لا ده ولا ده. حيب. انا بطريقتي اعرف مرادي وكيف اوصله للعالم. لكن طيب. لا بعمل بروفا ولا بستعد بحاجه ولا عادي بعمل انك تقول لي حبيبتي يا دكتور بطبيعتك. وقال طبعا حبيبتي، امال يعني عدوتي؟ لو لم تكوني حبيبتي ما اتيت اليك، ولو ما كانتش العربيه حبيبتي ولا حقول فيها ثانيه واحده. وما الذي يجبرني ان 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 البي نداء قناه او مذيعه وانا لا احبها؟ هو الحب. واقفه على اتنين في اوضه نوم ما دام البوظان اللي احنا شفناه واللي بنشوفه كل يوم. طيب. حب معنى يجمع بين الناس. جميل. احنا اوكي طيب اديك ضحكت اهو، يبقى احنا انا اعتبر ده نجاح والله. ما تعرفش حاجه. طيب على العموم بدل ما شكرا يا دكتور، انت من الطف الشخصيات الحقيقه اللي استضفناها. كان معنا مقدم برنامج الموعد الحسنة الدكتور مبروك عطية. شكرا جزيلا. دمعت عيني. طيب ننتقل إلى موضوع آخر أثار الكثير من الجدل. فقد فوجئ مستخدمو الواتساب برسالة ظهرت لهم عند استخدام التطبيق بأن محادثات